هذا الفيديو والاشتراك في القناة. أعزائي مشاهدي قناة أبو زارع، إن شاء الله النهاردة هنعمل صيانة من الأعمال المنزلية. احنا عندنا هنا الحنفية ديت أو الخلاط دوت فيه مية بتخر منه، الصامولة متاكلة، فاحنا جبنا صامولة جديدة وهنركبها وهنعمل الشغل بتاعها إيه عشان نمنع المية طبعا اللي بتتسرب من بره الأمطرة بتاعت الخلاط نفسه. نشوف كده مع بعض. طبعا بتطلع بالطريقه دي. الصابونه طبعا مدغدغه اهي، دي التمونيا متاكله ودايبه. احنا جبنا واحده طبعا من السباك نحاس بنفس القطر نفس المقاس، نجرب السن بتاعها بس. مظبوط الحمد لله. تركب الاول الصابونه كده بالطريقه ديت، بحيث ان احنا في المحبس البلاستيك دوت بيبقى بعديها الطريقه ديت. الصابونه بتنزل بتربط، ده بيعمل صد ليها مع الجلسات اللي راكبه بتمنع الميه طبعا اللي ايه اللي بتتسرب. ندوس كويس كده على الخلاط اللي تحت عشان الرسي نفسه يمنع الميه، ونربط بقى ايه كده. البنطلة ركبت طبعا مسكت حلوة اهي. نجرب الماية. طبعا كده برضك الجوان اللي راكب ما جابش اللي احنا المفروض، لان في تسريب حصل من فوق الجوان نفسه. فك تاني ونجيب حتة تيفلون ونعملها ان شاء الله. طبعا احنا جبنا كده كتان وفي تيفلون، هنشوف برضك اللي هيمنع معانا. تيفلون ده عامل زي شريط لحام كده تمام، والكتان اللي هو الشعر ده بيجي من السباك طبعا. هناخد حتة صغيرة هنلفها طبعا بالعكس عشان الصامولة بتاعتنا لما تيجي تربط تقرط على عليها تبقى ماشية مع السن نفسه. كده الأمطار المايه جايه منها، مفيش مايه جايه منها خالص اهو. قفلنا برضك، مفيش طبعا مايه تتسرب خلاص. وكده احنا عملنا برضك حاجه من اعمال الصيانه المنزليه، اتمنى ان احنا نستفيد منها ويعني تبقى حاجه اي حد يقدر ان هو يقوم باعمال الصيانه دي في البيت. السلام عليكم ورحمه الله. هذا الفيديو والاشتراك في القناه.